خالد، الآن سأتصل على إحدى المواطنات في القطيف اسمها منى الأحمد، موجودة في أحد المحاجر الصحية هنا في القطيف. سأتصل بها وأتحدث معها دقيقة لدقيقتين على الهواء مباشرة على الجوال على سبيكر، نتكلم معها ونسألها عن الإجراءات الصحية في المحجر، عن أوضاعها في المكان. مساء الخير منى. يا هلا، مساء الخير. يا هلا بك، انت الان على الهواء. طبعا نبي نسالك اول شيء، كيف الاوضاع عندك في المحجر الصحي، الحجر الصحي؟ كيف اوضاع ايضا صديقاتك معك في المكان؟ كيف الاجراءات الصحيه معكم؟ طمني الناس عليك. الحمد لله. بصراحه موقف مملكتنا الحبيبه موقف جدا مشرف، نفتخر فيه كلنا على انه احتوت الازمه بهذا الشكل، سواء كانت وزاره الداخليه او وزاره الصحه. مهما نتكلمنا ما نوفيهم حقوقهم صراحه بتعبتهم ويانا، وقفتهم ويانا، سواء كان الاطباء او الممرضات. تعبهم هذا يحتاج له الف تحيه والف تقدير والف احترام منا كلنا كمحجور علينا. الاوضاع جدا ممتازه بالنسبه الينا. نتمنى ان الكل يفهم بان احنا الحمد لله بخير، مع ان احنا الحمد لله رب العالمين حريتنا محدوده جدا، واي واحد تسلب منه الحريه بيكون متضايق، لكن هذا احنا كله راضين فيه في سبيل ان الكل يكون بخير والكل يكون بسلام والكل يكون بامان ان شاء الله. احنا الحمد لله رب العالمين ما ننقل اي فيروس، سواء كان احنا الان ما اثبت ان احنا مصابين. اي منى، حتى انت كم لك يوم في الحجر الصحي منى؟ صرينا تقريبا اليوم أربع أيام. احنا موجودين في الحجر، يعني مكان الإقامة جيد، في رعاية صحية، في ممرضات عندكم؟ رعاية صحية، الممرضات دائما يسهروا على تعبنا، لو نطلب في أي وقت عطينا أرقام خاصة نتواصل فيها، نتواصل بالأطباء. كيف تتم متابعة حالتهم في المحجر؟ بالنسبة إلي أنا أعاني من أمراض منى، كيف تتم متابعة حالتكم؟ يعني طريقة الإجراء الفحوصات لكم كيف بشكل يومي؟ أول ما وصلنا على طول سوينا مدحة طبية، مدحة من الأنف ومدحة من الأسنان، وننتظر حتى الآن تظهر النتائج. الممرضات دوريا يجوا لنا الصباح ويجوا لنا المساء ويسألونا إذا في أي تجديد في حالتنا، إذا كان في نعاني من مثلا مرض أو نعاني من شيء نحتاجه، أو سواء كانت أعراض جديدة يسألونا دائما باستمرار وش الأعراض اللي عندنا. الممرضات دائمين بواجبهم على أكمل وجه صراحة. ممتاز. خط الدفاع هذا صراحة يحتاج إلى تقدير من كل الوطن. وفي نفس الوقت يعني ممكن إذا الأحد، أي أحد عنده أحد في الحجر الصحي، يعني أي أحد من المواطنين عنده في الحجر الصحي، أتمنى أنهم يشددوا على أهاليهم بضرورة اتباع الالتزامات التعاليم اللي يعطونا إياها الممرضات، عدم التجول، ودي أسأل هم أجروا لها التحاليل حتى الترخين، يعني مثلا إذا كان منى هل تم إجراء تحاليل لك؟ يعني كيف تم اكتشاف الـ 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 الإصابة بالفيروس أو حالة الاشتباه؟ أعتذر، كيف تم الاشتباه؟ أنت رحتي لهم يعني ولا حسيت بأعراض ورحتي المستشفى؟ من المطار. إيه مطار. قالوا لنا من وين جايين، فأخذنا إحنا كنا جايين من العراق. فأخذونا على أساس إن إحنا نسوي لنا الإجراءات. والحمد لله رب العالمين كل المعاملة كانت ممتازة، فوق الممتازة، سواء كان من وزارة الداخلية أو الطاقم الطبي، كلهم كانوا ما شاء الله. يعني حتى شفنا بعيوننا بعض الموظفين كانوا يعانوا من التعب، من يعني هم بشر بعد، صداع أو آلام أو تعب بظهرهم، كانوا فوق أكثر من كذا يوم أي إنهم تعبانين، ومع ذلك كانوا يراعونا. وقفت أني السيارة يعني عشان أشكر بس الطاقم الطبي، فهم أبغى أشكرهم قبل لا أتبعد من المطار. شكرا لك منى، شكرا لأنك أعطيتينا فرصة للحديث معك. طبعا يعطيك العافية منى، شكرا. طبعا خالد، انا يعني قررت اني اتحدث معها عن طريق الهاتف كاجراء احترازي ايضا، يعني ربما استطيع الحديث معها يعني بطريقه او باخرى، لكن الافضل انه الواحد يتبع الاجراءات الصحيه الدقيقه والمناسبه.